السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم وعدنا في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وبخير يا أصدقائي، وإن شاء الله تكون الأمور تمام. ندخل في الموضوع بدون لا يقول لك لا لايك ولا اشتراك ولا تعليق ولا حتى شيء. ندخل في الموضوع باش نوضحوا لبرشا ناس، وإن شاء الله تفهم اللغة اللي لغة تونسية بطبيعة، والمغرب العربي أيضا نجم تفهموها، المغرب العربي كله. المشكلة اللي هنا اللي نحكوا عليها هي اتهام الناس لبعض اللاعبين انهم هاكر تيركت تموت، او واحد يجيبك كثير مرات يجيبك هيدشوت تتهمه بالهاك. خاصة اتهام الاغلب لاعبين لليوتيوبرية للمشهورين بصفة عامة، يقول لك هذا داير هاك ولا داير سكريبت او داير شيء، هو مش فاهم المعنى الحقيقي للسكريبت او للهاك، ما يعرفش. احنا نحب نوضحوا النقاط هذه باش تنجموا تفهموا. بالنسبه للهاك موجود، الاغلب نتاعو موجود في الهواتف وفيه بان، فيه بان بيفوتش فتره حتى لو كان الهاك الشخص مشتريه يدبانا 15 يوم 20 يوم شهر. بالنسبة لأصحاب الحواسيب مش مضحوك، من المكثر اللي يستعملوا في الهواتف ما يفهموش الحاجات هذه. لأصحاب الحواسيب هما فماش حاجة اسمها هاك، قليل. حتى اللي يستعمل هاك كما قلت لكم ما يطولش. اوكي خلينا نوضحوا، ثم حاجه اسمها ريجيديت، نجم تكتب في اليوتيوب تكتب ريجيديت، ريجيديت ماوس، ريجيديت بلو ستاكس، فري فاير، تكتب هاكر جديد معناتها الجيم معين، تعطيك الكثير من الفيديوهات اللي فيها شروحات يوضح لك. ولازم تفهم الريجيديت شنو هو. زاد الريجيديت هو ملفات في الويندوز، وكل ملف مختص في تطبيق او لوجيسيال معين، برنامج معين. شو يقوم هذا الريجيديت اللي ينزلوه بالانترنت؟ يقوم بتغيير الاعدادات الخاصة بذلك البرنامج. يعني مثلا البوستاكس او الام اس اي هما محاكيات، فيهم اعدادات للماوس، فيهم اعدادات للعبة والتحكم وكل هذا. الجديد يكون نازل مع التحميل الاول، كي تنزل انت المحاكي تعمل له انستالاسيون، هم تصطيبه يكون بار ديفو، يعني الاعدادات نتاعو العادية. الجديد اللي ينزل من جوجل ينزلوه بقى كثير ناس يقوم بتعديل عليه، ويغير من الاعدادات اللي موجودة في الويندوز اللي هو بطبعه مرتبط بذلك البرنامج، ومفيش حتى اختراق قوانين او حاجات مخالفة. يعني اللعبة أو الشركة ما تبانيش هذا الشخص، ما تعتبروش من المستعملين الهاك. هذه نقطة وضحناها إن شاء الله، خاطر هي فيها توضيح كبير لازمها برشا وقت. الإنسان ما يعرفش لازمه برشا وقت، ولازم يتبع وحده باش يفهم، لازمها حلقة وحدة باش نجم تفهم الناس، لكن نحاولوا نفهمهم بالطريقة السطحية البسيطة. سكريبتات، فما ناس يدخل يقول لك هذا داير سكريبت. سكريبت شنو هو؟ مسؤول هو سكريبت في الاصل. سكريبت هو مسؤول عن التحكم التلقائي لاشياء، يعني نوع من البوت يتحط على برنامج معين يقوم هو بالتحكم التلقائي. مثلا كما وضع ثلج، نجم ضغطه واحده تحط ثلج وتقعد في نفس الوقت
بطون واحدة، يعني تحط هذيك الكليك على الثلج وتقعد وتنزل الثلج ضغطة واحدة مثلا. هذا يعتبر سكريبت نظاف في المحاكي، هو نوع من البوت تحكم تلقائي. في ايضا شروحات كثيرة على السكريبت انه هو ما عندوش دخل في الهاك. السكريبت ما عندوش دخل في الهاك، ينجم يكون في حالات الا اذا برمج، اذا ما محاكي او نوع من البرنامج يبرمجوا عليه سكريبت واللي هو ياخذ طريق التحكير. ما هذه تتطلب ياسر وقت، الانسان مو باش يلقى شاد محاكي يدير عليه حاجات كيما هكا باش يوصل انه يستعمل هذا الشيء للهاك. اصلا حسابه يتبند اصدقائي، راي اي حاجة تغير في اللعبة راهو الحساب نتاعو يتبند. ثم نقطة ثالثة اللي هم يحكوا عليها هي فري فاير X86، هي مش نفسها العادية، هي فقط تنزل للحاسوب يعني للمحاكية. هذه فيها نوع ما من التغيير، هيش الأصلية اللي هي تابعة 100% للجريمة هذا التغيير، لكن يغيروا فيها حاجات بسيطة وقوموا ديما بالميزاجور ديما بالتحديثات، مش الشخص اللي استعمل في هذه النسخة ما يتبعناش. يعني انت لو تتأخر ما تقومش بالتحديث في يصير لك بان، لان النسخة هذه ما هيش اصلية من الشركة، وهذه فيها ايمبوت يهبطوا فيها الاغلبية، فيها ايمبوت 100%. هنا نحكو على لعبة قاموا بالتعديل عليها، مش هاك، قاموا بالتعديل عليها عن طريق هذه النسخة. يعني احنا منجوش نتهموا ناس في شنو يستعمل. حاجة واحدة اللي تنجم تتأكد منها انه كان عمل حاجة مخالفة للقوانين والشروط باش يتبانا، خاطر الشركة جدية ياسر في المواضيع هذه ويتبانا ما عادش يرجع. هذا هو التوضيح حبيت نوضحه. كثير يكتبوا في التعليقات جيكسو هاكر، وايت هاكر، اللي يشوفوا يضرب هيد شوت هاكر، مجرد جست فقط الحاجات اللي حكيت لكم عليها، الحاجات اللي حكيت لكم عليها في اول الفيديو لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله يكون الشرح واضح، هو بسيط ما تعمقتش برشا، حبيت نوضح باللغه العاديه مش باللغه البرمجه والتفاصيل كل، خاطر تتطلب وقت في الفيديو لازمها فيديو خاص باش نوضحه. وهذا هو، ان شاء الله فهمتوني اصدقائي. ولعب جيكسو راهو به على الاخر، وايت ما نعرفش، وايت الناس تهمه بالهاك، ما عنديش حتى فكره ايه هاك ولا مش هاك، هو اموره الخاصه. جيكسو كيف هاك ولا هاك مش هاك، هو اموره الخاصه، كل واحد وحريته، كل واحد وحياته الخاصه، ربي يعينهم يعني الناس كل. يلا تهلاو اصدقائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.